شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. في حديثنا كلمتان، الكلمة الأولى هي مفتاح سعادة الدنيا والآخرة، وهذه الكلمة هي وصية الله تعالى لنا ولمن كان قبلنا، وهذه الكلمة هي التقوى. التقوى عرفت بتعريفات، ومن جملة هذه التعريفات ألا يفقدك الله حيث أمرك، ولا يجدك حيث نهاك. التقوى فيها شعب. عندنا التقوى في الحياة الشخصية، وعندنا التقوى في الحياة العائلية، وعندنا التقوى في الحياة الاجتماعية، وعندنا التقوى في القضايا المالية. هذه كلها شعب التقوى. من صفات المتقي أنه يكون دقيقا في جميع أبعاد حياته. الدقة من صفات المؤمن، والدقة من صفات الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. يعني الله سبحانه وتعالى يحاسب حتى على مثقال الذرة. وفي آية أخرى الله تعالى يقول حكاية عن لقمان: لقمان كان يوصي ولده ويقول له: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. الله تعالى يحاسب حتى على مثقال ذرة، وحتى على حبة من خردل.
فالمؤمن ينبغي له أن يكون دقيقاً في أبعاد حياته، في جميع الأبعاد، في الحياة الشخصية، في الحياة العائلية، في الحياة الاجتماعية. كان هنالك أحد العلماء، أحد علمائنا الكبار، يقال له صاحب الرياض. هذا كان عالم ومجتهد وإمام جماعة وله كتب معروفة. في يوم من الأيام انقطع عن صلاة الجماعة، ما اجى. المأمومون انتظروه فلم يأتي، ظهر ما اجى، ليل ما اجى، بكرة ما اجى، انقطع عنهم. فذهب المؤمنون إلى عيادته، لعله تصوروا أنه مريض، وقالوا له: سيدنا، لماذا انقطعت عن صلاة الجماعة؟ لاحظوا هذه الدقة. قال: في الواقع أنا لي امرأة، هذه المرأة تؤذيني. هنالك بعض النساء يؤذين الرجال، وهنالك بعض الرجال يؤذون النساء. هذه المرأة تؤذيني وتشتمني وتسبني، وأنا متحمل لها، ولكن في المرة الأخيرة شتمتني وشتمت آبائي وأجدادي، فأنا تأثرت من ذلك وقلت لها، عادة هذه الكلمة قالها بدون التفات وبدون توجه، قال: كلما قلت فهو مردود عليك. إيش ما أنت قلتي هذا يرد عليك، عليك مثل ذلك. بعد ما قلت هذه الكلمة فكرت أنه كيف صدرت مني هذه الكلمة، هي شتمت آبائي وأجدادي وشتمتني لا يهم، ولكن عندما شتمت آبائي وأجدادي وأنا قلت لها كلما قلت فهو مردود عليك، هذا معناه أني شتمت آبائها وأجدادها. إذا هي مذنبة فما ذنب آبائها وأجدادها؟ أنا خفت أنه بهذه الكلمة عدالتي سقطت. العدالة يمكن أن تسقط بكلمة واحدة. فظللت في البيت هذه المدة أستغفر الله تعالى حتى تعود عدالتي إن كانت قد سقطت. المؤمن يدقق حتى في الكلمة الواحدة. لا يتمكن أن يقول الإنسان كل ما يصدر من فمه، قبل ما تأتي الكلمة إلى الشفتين الإنسان يجب أن يفكر. على قول الجد رحمة الله عليه كان يقول أنه هذه الكلمة عدها جواب أو ما عدها جواب. بكرة إذا وضعونا في القبر وقالوا لنا لماذا قلت هذه الكلمة، عدنا جواب لنكير ومنكر أو ما عدنا جواب؟ هذه الدقة المتناهية يقال لها التقوى. أكو هنالك بعض الأفراد عندما يتوضؤون يتركون الحنفية مفتوحة، هذا ربما يكون من مصاديق التبذير، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، هذا لعله يكون محرم من الناحية الفقهية، مبغوض لله سبحانه وتعالى. كان أكو عندنا عالم في كربلاء يقال له الحاج آغا حسين القمي، جدا عالم متقي كان،
ودقيق في أعماله. كان يقول هؤلاء اللي يشربون شاي ويبقى قليل من السكر في الاستكانة، هذا إلقاؤها تبذير يعتبر. هو كان يقول التبذير مو معناته واحد قونية من الشكر يلقيها بعيدا، كان يقول أنتوا شايفين واحد يلقي قونية من الشكر يعني خيشة يلقيها خارجا، واحد ما يعمل هذا العمل. التبذير والإسراف يعني عدم الالتفات إلى هذه الجزئيات. فكان يقول هؤلاء الذين يخلون الشكر ويلقونه هذا إسراف وهذا تبذير محرم. نحن يجب علينا في علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى أن نراعي التقوى في أعلى درجاتها. هذه الكلمة الأولى، التقوى مع الله. الكلمة الثانية، خدمة عباد الله. علاقتنا مع الله يجب أن تكون التقوى، وعلاقتنا مع عباد الله ينبغي أن تكون الخدمة. الفرد يجب أن يكون، ينبغي أن يكون خدوما. هنالك أفراد عندهم روح الخدمة، الخدمة في البيت، الرجل عندما يأتي إلى البيت يساعد زوجته في بيته. أمير المؤمنين صلوات الله عليه ما كان يساعد الصديقة الكبرى صلوات الله عليها في بيتها، كان يساعد. ما المانع أن الرجل يساعد زوجته في بيته؟ ما المانع أن الأولاد وأن البنات يساعدون أمهاتهم في البيوت؟ الرجال يساعدون النساء، النساء يساعدن الرجال. روح الخدمة، الخدمة في البيت، الخدمة في المجتمع، الخدمة للمؤمنين، الخدمة للفقراء، الخدمة للدين، روح الخدمة. وإذا واحد يقرر ذلك الله تعالى يعينه على ذلك. أنا قلت لبعض الإخوة، أقل واحد وأصغر واحد إذا قرر يتمكن أن يخدم، يخدم الدين، يخدم المجتمع. عندنا كان عندنا في الكويت حسينية يقال لها حسينية جومدار، حسينية معروفة. هذه الحسينية كونها حارس ليلي، حارس ليلي شقد عنده ثروة، ما عنده شيء من مال الدنيا. على أثر قضية معينة ما علي الآن بها، كون هذه الحسينية وإلى الآن موجود. فتاة في الكويت معروفة قبل يمكن 80 عام، ورثت من أبيها إرثا، فكرت ماذا تفعل، هذا الميراث ينتهي، ولكنها فكرت أن تبقي ذلك، فصنعت حسينية بميراثها وإلى الآن موجودة، حسينية الصراف في الكويت. إحنا أموالنا، علاقاتنا، ارتباطاتنا، هذه البهرجة التي حولنا كلها تنتهي، ولا يبقى إلا ما نقدمه. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، هاي الآثار هي التي تبقى. أنقل لكم هذه القضية وأختم. العم حفظه الله كان ينقل عن الجد رحمه الله ورحم الله الماضين منكم جميعا، كان يقول مجموعة من الأعيان الوجهاء في مدينة كربلاء
هؤلاء فكروا في أن يوسعوا صحن سيد الشهداء، يعني الصحن ذاك الوقت كان ضيق ففكروا في توسعته. اجتمعوا مجموعة من الوجهاء ومن التجار وأخذوا يشترون البيوت المحيطة بالصحن، كانوا يشتروها بعدين يهدمونها ويجعلونها جزءا من الصحن الشريف. يقول أحد الأفراد الذين كان بيتهم بقرب الصحن أخذ يجمل البيت، يصبغ الجدران، يصبغ الأبواب والشبابيك ويجدد في البيت. هذا العمل عمل كان مثير للشك وللريب، أنه ليش هذا يعمل هذا العمل؟ الأفراد الناس كانوا يفكرون أن هذا يريد أن يبيع البيت بثمن غالي، ولذلك دا يجدد البيت. وصلت النوبة إلى هذا الرجل، جاءه الأعيان التجار ودخلوا بيته وقالوا له إننا نريد أن نشتري منك هذا البيت، تبيع البيت؟ قال نعم. قالوا نحن جئنا معنا بمقوم، مقوم يعرف القيم يثمن البيت. المقوم لاحظ البيت وقدر لهذا البيت قيمة محترمة، كذا مقدار من المال. صاحب البيت قال هذا قليل. أولئك الأعيان التجار وضعوا قيمة أكثر، قال قليل، قالوا قيمة أكثر، كلما قالوا كان يقول قليل، حتى هؤلاء التجار يأسوا من هذا الرجل، قالوا هذا الرجل ما يريد يبيع البيت، فسكتوا. بعد ما سكت الأعيان الوجهاء، وإذا بهذا الرجل يرفع رأسه ويقول بعت البيت. قالوا بكم تبيع البيت؟ قال أنا ما بعت البيت لكم حتى تسألوني ما هي القيمة. قالوا إذن لمن بعت البيت؟ قال بعت هذا البيت لسيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه. الإمام الحسين يعطيني أكثر من الثمن اللي أنتوا تعطوني. قالوا إذن، أخرج المفتاح من جيبه، قال هذا مفتاح البيت، ولم يأخذ على هذا البيت ولا دينار واحد. الرجل مات والبيت جعل جزءا من صحن سيد الشهداء. الجد رحمة الله عليه أوصى أن يدفن في بيت هذا التاجر. الآن أنتوا إذا ذهبتوا إلى كربلاء إن شاء الله، عندما تدخلون في حرم الإمام الحسين من باب القبلة، يقع على يمينكم بيت ذلك التاجر، الجد مدفون هنالك. التاجر ذهب، التجار اللي كانوا في ذلك الوقت ذهبوا، المعاملات التي تعاملوا عليها كلها انتهت، ولكن هذه المعاملة بقيت، هذه الصفقة التي عقدها هذا التاجر مع سيد الشهداء صلوات الله عليه باقية وتبقى له بإذن الله إلى أبد الآبدين. ما عندكم ينفد كله ينتهي، وما عند الله باق. إحنا كل واحد منا
يجب أن يفكر في أن يبقي له صدقة جارية. هذه الصدقة الجارية إما أن تكون حسينية أو مسجد أو كتاب أو أي شيء من هذا القبيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، فصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شرت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من القلب فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي